أهلا بكم النهاردة يوم مهم جدا في عالم جراحات السمنة مع قيمة علمية كبيرة في المجال ده لكن خلينا أبدأ لكم الكلام بقصة مهمة جدا الأكل خطر جدا يا جماعة وقد تصل الخطورة لمرحلة مخيفة جدا سلم المصرية ذكرت ده في منطقتين مشهورتين جدا أحبهم إلى قلبي هو سأمات فيلم رائع جدا القصة باختصار أنه واحد من ابطال الفيلم اللي هو الفنان فريد شوقي بعد وجبه دسمه توفى، الكلام ده حصل في الحقيقه فعلا. ادولف فريدريك، ادولف فريدريك ده ملك سويدي سنه 1771. الراجل دوت كان محب جدا للاكل وكان عنده شهيه غير عاديه. في يوم تلات 12 فبراير 1772 كانوا بداوا يستعدوا لما يسمى بالصوم الكبير. في الديانة يعني المسيحية معروف وهذا الرجل تعامل مع الموضوع بشكل في مخاطرة كبيرة جدا عمل وجبة كبيرة للغاية تضم بقى جمبري الكافيار الاستاكوزة ال ال حساء الملفوف الرنجة المدخنة كمان اللفت اللحوم المسلوقة وحط فوق ده كله خمور وكانت هذه هي الوجبة الأخيرة في حياته مات على مائدة الطعام بعد ما انتهى من الأكل وشرب الخمور قعد مكانه وجات له زي أزمة قلبية طبعا ما نعرف إيه اللي حصل في الوقت في اليوم ده تحديدا يعني سبب الوفاة هل ارتفاع في ضغط الدم دي جدا في المخ النزيف أي حاجة وتفر السبب اللي جاه بعد كده لكن السبب المباشر البرسبتيتنج فاكتور كان هو الاكل انا بحب التاريخ وبحب اقول لكم جمله مهمه جدا ان الاكل مخيف السمنه مخيفه وممكن وجبه تقضي على حياه سيتك خلي بالك من هذا الكلام عشان ما يتكررش التاريخ اللي بيتكرر بيتكرر كتير بس ده راجل مشهور وكتب عنه في ناس تانية مشت المسألة على مستوى الكلام الشعبي والحكاوي اللي اتنقلت بين الناس وبعضها ده اللي قضى عليه بطة جبارة أو أكلة تقيلة أو نص بط نص خروف كله هو وصاحبه وجات له المشكلة النهاردة لقاء ممتع جدا مع واحد من الأسماء القدير على مستوى مصر والوطن العربي والحقيقة بيبهرنا دايما بأسلوبه العلمي والتقني وشرف لينا انه يكون معنا دائما استاذ الدكتور كريم صبري استاذ جراحات السمنه والمناظير بكلية الطب جامعه عين شمس والمدير لوحده جراحات السمنه بمستشفى وادي النيل وزميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا وعضو كليه الجاجر كليه الجراحين الامريكيه والحاصل على تصنيف جوده دولي في جراحات السمنة الاس ار سي ضيف العزيز اهلا بك يا دكتور اهلا وسهلا اهلا وسهلا ابتسمت وانا بحكي اهلا بصدر. وسهلا بس ممتعه الحقيقه يعني هي بتلخص طبعا انه يعني احنا عايزين نخس عايزين نشيل مسؤولية شويه في ان احنا ننظم التغذيه بتاعتنا جزء كبير واذا فشلنا ناخد خطوه اكبر شويه لان في بعض الناس اللي عندهم مناعه انسولين الحقيقه نزول وزنهم صعب شويه وخصوصا ان الـ 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 الناس اللي عندهم سمنه في جزء منهم بيبقى عنده وراثه يعني هو ما بقاش شاره للاكل قد ما الجسم هو بيدفعه لان هو ياكل وجبات فيها طاقه عاليه يعني فاحنا بنعذرهم شويه ولكن عايزين ناخد خطوه فعاله الموضوع ده محتاج يتاخد بحرفيه شويه حاولت في الدايت فشلت راكب بالون وزنك زايد اعمل تكميم وزنك عندك سكر اعمل تحويل المسار مع تنزل لك وزنك وتعالج السمنه يعني الهدف ان هو انقاص وزن ما نسيبش وزننا يزيد خالص يعني عشان نتفادى بقى المشاكل اللي هي بتاعه الصادن ديس دي وان الناس تموت وكده فانا كل الناس طبعا ان هم ياخدوا خطوه فعاله في انقاص الوزن الناس كتير من اللي عندهم سمنه مفرطه عندهم اعتقاد انه ما عندهمش مشاكل يعني هو عايش من غير مشاكل مش عارف ان القنبله موقوته تاثير السمنه على الجسم تاثير انسيدياس يعني عايزين نفهم الناس الكلمه دي هو الحقيقه طبعا احنا السمنه مشاكلها كتير يعني هو معظم احنا دايما في كلمه كده ان مريض السمنه هو مريض فراجايل يعني هو هش, هش. هو طبعا هو مش مش صحته جامده ولا حاجه لا بالعكس ده ده انت تبقى يعني كويس بس اعمل في شويه فحوصات هتلاقي في حاجات طبعا خفيه هتظهر احنا في في لسته كده من الفحوصات بنعملها قبل العمليات بقينا ناخد الحاجات اللي هي الـ 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 الاساسيه فيها يعني انت يعني عملت بان الكوليسترول ودهون ثلاثيه وما دي يعني بوزت في كل الناس بنلاقي برضو بنعمل سونار لكل الناس بعد قبل عملية السمنه يعني عايز اقول في 90% منهم بعنده تدهن في الكبد تداهم في الكبد ده بقى عامل مشاكل يعني مع الانزيمات ولا مش معليها يعني بتبقى من واحد لواحد لكن في النت ريزلت انه عنده تدهن في الكبد مرضي الناس بيبقى عندهم مشاكل خفيه انه بيبقى عنده سكر مش متعالج بيبقى عنده الضغط بتاعه بيظهر لاول مره مع القياس قبل العمليات او اثناء العمليه بتلاقي ضغطه فليرنج في السما يعني تلاقيه طبعا 160 170 ويقول لك انا ما باخدش اصلا علاج سكر ضغط ولا ولا كنت بتعالج من سكر قبل كده ولا اعرف ان عندي كوليسترول ولا اعرف ان عندي تدم في الكبد فطبعا السمنه لها مشاكلها اللي هي يعني ممكن وطبعا فيها ناس بتعاني منها بعلاقة تاني في الانجاب يعني السيدات اللي هم عندهم وزن زايد ما عندهاش صعوبه في الانجاب دور الهرمونيه اصلا كلها معكوس يعني الرجال اللي عندهم برضو صعوبه في 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 الصحه الانجابيه او يعني ضعف في الصحه الانجابيه او او القدره الانجابيه طبعا السمنه بتحول هرمونات الذكوره الى هرمونات اخرى انثويه وطبعا مشاكلها كثيره جدا سواء بالنسبه للسيدات على الصحه العامه للانجاب يعني في مشاكل كثيره جدا يعني ده عايزه يعني هنمسكها حته حته اول حاجه هنتكلم على تاثير السمنه على الجهاز التناسلي للمراه على القدره على التبويض على القدره على الحمل كتير من حالاتك كمان نحكي من واقع الحالات انه بعد الجراحه وخست بعد ما كانت عندها مشاكل ومحاولات حقن من جاري حملت تلقائي. طبعا دي حاجات هو تقدر الناس يعني اكيد بينصحوا الناس السيدات اللي هم متاخرين على الانجاب فيهم فئه كبيره جدا عندهم تكاسي ابيض في فئه كبيره جدا عندهم سمنه مفرطه تمنعهم من الانجاب. دول لو يعني قعدت تديهم ادويه مدى الحياه هي مش هت مش هتخلف وطبعا احنا عارفين يمكن في معلومه طبيه واضحه ان اضطراب الهرمونات وتكيس المبيض نسبه كبيره جدا 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 منهم بيكون بسبب السمنه المفرطه. أوه. عالج السمنه المفرطه ما انتش محتاج لعلاج تاني ويمكن قصص كثيره جدا الناس اللي هي بتبقى متاخره على الانجاب وعملت على فكره اي في اف يمكن مرتين ثلاثه وعندها وزن زياده بترجع لك بعد العمليه يعني بعدها بسنه او سنتين بعد العمليه بتلاقيها خلفت ومعاها طفل وتلاقي جايه مع حد تاني بعد شويه لان الدوره او الاتزان الهرموني بيرجع مرة تانية إلى الوضع الطبيعي المعكوس بسبب الدهون، ويمكن احنا مفيش جراح نساء أو حد بيبقى عنده مريض سمنة وبيعالج فيه بيبقى مبسوط منه خالص، بيتعب معاه جدا وفي الآخر بيبقى بيك فيلر يعني، فالأصل إن احنا نرجع الأمور لأصلها. أنا أنا عايز بس أكمل نقطة إنه مش بس على فكرة في تخصص النسا، في حاجات ما ينفعش معاها السمنة المفرطة. المفصل الصناعي اللي بيتركب في السيدات اللي هم او الرجال اللي هم معظمهم سيدات يعني بيبقى المفاصل بقى مش شايلهم في سن بقى 60 ويبقى طلبها الوحيد انا مش عايز اركب مفصل انا حتى الدكتور بيقول لا انا مش هعرف اركب لك مفصل على وزن 120 كيلو ولا 140 كيلو ما مش هعرف عم. طيب انا لو ركبت مفصل على ده ايه الوضع يعني ما هو ده ما فيش مفصل صناعي يشيل الوزن ده النمره الثانيه في امراض ثانيه زي الغضروف في الظهر واحد وزنه 130 140 كيلو طبعا تعالى يعني تعالج ازاي اعمل لك عمليه ازاي يعني؟ ما هو ده قصدي في امراض لابد من ارجاعها للوضع الطبيعي للاصل، اصل المرض هو السمنه المفرطه. عالج السمنه المفرطه كل مشاكلك بالنسبه لك تحس. في امراض تانية يمكن مشهوره جدا سكر من النوع الثاني، عنده واحد مريض سمنه مفرطه وعنده سكر من النوع الثاني. طب ما تعمل عمليه تحويل مسار، انت من الناس المحظوظه جدا. علاجك في في عمليه تحول المسار نزل وزنك قلل الامتصاص نشط البنكرياس بعمليه تحول المسار فانت بترجع لوضعك الطبيعي الصحي المظبوط يعني قصدي الموضوع مش بس في الناس لا ده في تخصصات كثيره جدا يعني آه انت لو نزلت وزنك وتعالجت بعمليات انقاص الوزن انت هتوقف بقى شنط الادويه اللي بتاخدها للمفاصل للسكر للضغط للكوليسترول لتدهن الكبد واحد بيعالج نفسه وعنده انزيمات الكبد عاليه وعنده تدهن في الكبد انت عايز تعمل له ايه مهاري. هتعمل له ايه ما يعني ده ده الناس تبقى فاهمه حقيقه الامر اه نازل وزنك لا في, كمان في كمان حاجه انا بلاحظها في بعض المرضى ان هو بيبقى مريض سمنه مفرطه ومش مدرك انه سمنه مفرطه يعني هو ايه صحيح 120 كيلو وبيتكلم على ان ال 120 كيلو لا 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 انا مش 180 ولا 190 انت 120 دي انت سمنه مفرطه صحيح احنا دي توصيات من منظمه الصحه العالميه من من 91 طبعا قالت انه عشان ما يعني النقطه دي مهمه للغايه لسبب ان الناس بتسوء التصرف او بتسوء الاختيار في انقاص الوزن الزائد يعني الناس اللي هي أو وزنها زايد فوق ال كيلو او 110 كيلو بيبحث عن طريقه لانقاص الوزن قد تكون تحفظيه لفترات كبيره جدا وتلاقيه نازل 10 كيلو وزيتهم تاني 20 كيلو وزيتهم تاني مناعة انسولين مناعة انسولين موجودة هي يعني فيها صعوبة في انقاص الوزن انزل يو يو كيرفنج بقى انزل تاني اطلع انزل انزل اطلع بتلاقي نازل دهون وعضلاته عمال يزيد بس دهون شكل جسمه باص ما فيش طريقة فعالة خالص لانقاص الوزن على الجانب الاخر احيانا ان ان احنا الناس بتبقى عارفه ان وزنها ده مش سنه مفرطه عشان كده في بعض الناس تقول انا عايز اشفط دهون اشفط شويه دهون طبعا ده يعتبر خطا جسيم سواء اذا كان الدكتور هيعمل لك شفط دهون وانت عندك سمنه مفرطه فده يعني ضياع للوقت ويمكن كمان بقى يمكن كمان تبقى الموضوع يزيد صعوبه شويه ان انت تشد بطنك وانت وزنك فوق ال 100 كيلو او 120 كيلو وتلاقي نفسك طبعا نفسك مكروش عندك فتق في الحجاب الحاجز بسبب ان ضغط البطن عالي وتلاقي طبعا السمنه ما راحتش وتلاقي يعني حتى وظيفه الكلى احيانا بتتدهور بسبب زياده ضغط البطن العالي الشديد بسبب كومبارتمنتال سندروم انت راجل مريض سمنه مفرطه هتا هتروح فين يبقى اذا ما ينفعش ان احنا نعمل اذا كان وزننا زايد في سمنه مفرطه ما تقعدش على الدايت فتره كبيره لانه هو ست شهور لو انت يعني وزنك 15 20 كيلو فشلت في ده جرب في طريقه اقوى شويه، ما تقعدش طول عمرك اجرب دايت رايح جاي وانت وزنك اصلا في نطاق السمنه المفرطه المرضيه. <applause> النمره الثانيه ما تعملش حاجه موضعيه للسمنه المفرطه. السمنه الموضعيه لها علاجات زي شفط الدهون، شد البطن السمنه الموضعيه هي, اللي هي... الناس تفهمها، المشكله أو. انه في ناس كتير بيبقى باصص لبطنه لكرشه كده وكانه هو ده المشكله الوحيده، مش واخد باله ان هو توتالة عنده سمنه. الكرش أو البطن يعني لوحدها لما يبقى وزننا في خلال 5 10 15 كيلو أنت في نطاق السمنة الموضعية آه. وعلاجك موضعي ما تخافش يعني ده شوية دايت على شد بطن مظبوط شد شوية ترهلات الدنيا بتظبط يعني طب أنا بقى عديت في نطاق السمنة المفرطة المرضية أنا علاجي هو إنقاص الوزن بعملية التكميم أو نوع بقى من أنواع تحويل المصار سواء تحويل المصار ذات الوصلة الواحدة او الوصلتين اللي هو الكلاسيكي او السيدس اللي هو تحويل مسار ال12 فدي عمليات كلها لانقاص الوزن منصوح بها من منظمه الصحه العالميه من سنه 91 فدي نصيحه لكل الناس المصابه بالسمنه المفرطه دور على حل اللي هو المناسب لعمليه السمنه المفرطه <applause> لانت انت عشان ما تضيعش وقتك وتضيع مجهودك وتضيع برضو فلوسك في حاجه غير مناسبه يعني ما تبقاش افكتف <applause> بابوري رايح بابوري جاي تعبيره دايما بقوله ما بين السمنه والسكر بيلعبوا مع بعض زي ايه لا العزومه دي عندك لا العزومه دي عندك السمنه معناها مستقبلات مش عارفه تشتغل كويس ودهون عليها والانسولين يجي يشتغل ما يعرفش فالانسولين يعلى والبنكرياس في النوع دوت في نوع السكر الثاني بيبقى نشط اكتر وبيطلع انسولين أوانطة بس الانسولين الاونطه ده لا منه ولا كفايه شره مش عارف يشتغل على السكريات لكن بيكون دهون فبيخلي الانسان يزيد دوره الوز. مفرغه يعني آه. لازم سايكل كده لازم تتكسر يعني اه احكي لي بقى هذا المزدوج الشرير لما بيجي لك خلينا نقولها في جمل سهله بسيطه لكل الناس احنا عندنا نوعين طبعا من السكر النوع اللي هو بتاع الاطفال الصغيرين اللي البنكرياس مش شغال احنا مش هنتكلم عنه خالص لانه يعني مش هيستفيد من عمليات السمنه الا اذا كان ودور رير يعني ان انت تلاقي مريض عنده سكر من النوع الاول ووزنه كبير فده يعني يبقى محظوظ قوي يعني يبقى عمل عمليه نزلت وزنه وقلل جرعات الانسولين ده نوع اول خلاص يعني اللي هو بيجي في السن صغير الاطفال اللي معتمد على الانسولين من صغره احنا ده خليه على جنب اللي هو هيستفيد من حاله واحده لو عنده سمنه مفرطه اللي احنا الناس الماجوريتي بقى يعني الناس الكبيره من الناس اللي هي عندها سكر دول سكرهم من النوع الثاني اعني ان الناس دول البنكرياس فيه الرمق لسه يعني ممكن يشتغل في ريزيرف احنا ممكن ننشطه تاني او في جزء ممكن يتنشط او يعمل تاني فيما بعد عمليه تحويل المسار السمنه المفرطه يعني هي تمثل تقريبا 80 في 90% من اسباب السكر من النوع الثاني. عمليه تحويل المسار هي بتعكس كل الحاجات المسببه للسكر من النوع الثاني زي تحويل مسار المعده المصغر او حتى تحويل مسار المعده الكلاسيكي بيشتغلوا بنفس الطريقه. تقليل كميه الاكل معناه تقليل الوزن معناه برضه تقليل مناعه الانسولين يعني اي كميه انسولين تقدر تدخل سكر الخلايا فمش محتاج البنكرياس انه يطلع كميه كبيره وبالتالي بيشيل عنه حمل كبير النمره الثانيه الوجبه اللي انا باكلها يعني 70 80% من السكريات والدهون الجسم ما بيستفيدش منه وبالتالي انت شلت حمل كبير جدا على البنكرياس يعني البنكرياس المجهد ده هو مش قادر يشتغل بـ 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 بالقدره الكامله بتاعته وبالتالي هو نسبه سكر يعني على قد الممتصه او الدهون او يعني الاكل الممتص هو على قد كفاءه البنكرياس ان يقدر يدخلك سكر الخلايا يقدر أنه هو يعادل نسبه السكر في الدم دون اجهاد وتلاقي سكرك ابتدى يظبط كنا يعني طبعا في بقى فتره في المؤتمرات بنتكلم على ادويه مماثله للجي ال بي 1 أو هرمون داخلي بيفرز من خلايا في نهاية الأمعاء وده يعني عامل ثورة طبية جامدة جدا وع وعلى فكرة غالي جدا يعني. ما بس بس ما احنا عندنا أمل إنه يرخص بس هي دي النوعية من الأدوية اللي مديانا أمل كبير في تحسين برضه الميتابوليك اكتيفيتي بتاعت البنكرياس السكر. طبعا البنكرياس والسكر طبعا طبعا آه. هو طبعا ده وطبعا هو مش في, 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 في يعني طبعا هو ده متوفر طبعا وفي بعض على فكرة الدول يعني مخليه من ضمن منظومة العلاج اللي هو الانشور تقنين. يعني اه تامين الصحه آه. لكن طبعا هو ده بيطلع ربنا خلقه بيطلع من خلايا ال سيل في نهايه البنكرياس الدوره بقى الهرمونيه اللي دوره الاكل لما تبقى سريعه بعد تحويل المسار ما, ما جزء من الامعاء فبالتالي الخلايا دي بتفرز كميه كبيره من جي ال 1 ينشط بقى البنكرياس تاني وان كانك بتاخد علاج بـ بـ يعني بـ بالاف الجنايات يعني طبعا رباني يعني من, من ضمن المنظومه الهرمونيه بتاعت الجسم ربنا اللي خلقها طبعا بتنفذ مهام ان هي بتنشط البنكرياس مره ثانيه بتكاسر انتاجه من الانسولين وبتقلل مستوى السكر في الدم بصوره فعاله جدا. فيعني عمليه تحويل المسار انا شايف ان هي حلم يعني ده موفق لكل الناس اللي مصابه بالسكر من النوع الثاني انه يخلص من علاج السكر يوقف المشاكل بتاعه السكر على الشبكيه وعلى الكلى وعلى الـ وعلى الاطراف وطبعا مشاكل السكر قد يعني لا تتوقف عن ان هي بتعمل للناس يعني طبعا مش بخوف الناس لكن مشاكل السكر ممكن تعمل لك مشاكل تقعدك في البيت يعني طبعا من مشاكل الاعصاب والاطراف والشرايين الطرفيه اللي بتتسد ومشاكل طبعا البتر والحاجات دي طبعا احنا عايزين نوقف السكر عند حده عايزين نوقف مضاعفات السكر عند حدها بحيث يبقى احنا عملنا حاجه فعاله للجانبين لعلاج السكر ولانقاص الوزن <مه> احنا ما بنخو... يعني مفيش تخويف لانه الناس كلها عارفه ده واقع مشاكل آه السكر مين. وعارفين والسكر بقى من حيث الانتشار والتاريخ والتواجد كمرض بقى مرض موجود في الثقافه الشعبيه وحتى ناس ساعات بتخاف بلا مبرر يعني ساعات الحاله بتبقى مسيطر عليها انا بتكلم بقى على السكر اللي هو في الناس المواظبه اللي بتاخد علاجات كويسه اللي محافظه على وزنها ما بعد حتى العمليات ما فيش بقى داعي خالص ساعتها للخوف بالعكس احنا بنتحول الى امل شديد خصوصا مع النيو جينيريشن، خصوصا مع الجراحات والكومباينيشن ده رائع جدا يعني حتى في السكر من النوع الاول احنا ممكن نعمل تحويل مسار والعين يرجع يخس ويبقى كويس ونديله ادويه قليله جدا اه يعني جدا رائع. جدا طبعا يعني آه. آه. هو نسبه السكر هتقل خالص 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 وما بقاش عنده خوف من اكل الوجبات يعني اثناء الوجبه مش خايف ياكل فيقوم السكر رافع 600 و700 والأنسولين كميته تقل خالص ده في النوع الاول وقد آه. ينتهى تماما العلاج في النوع الثاني <applause> في اللقاء القادم سيستمر حوارنا مع ضيف العزيز المبدع دائما اللي بيمتعنا بهذا الحوار العلمي الراقي جدا بتنور الدكتور كريم شكراً بجد شكراً الناس الحلوه ضيف العزيز القيمه العلميه المتميزه الاستاذ دكتور كريم صبري استاذ جراحات السمنه والمناظير بكليه الطب جامعه عين شمس والمدير لوحده جراحات السمنه بمستشفى وادي النيل العريق وزميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا عضو جمعيه عضو كليه الجراحين الامريكيه والحاصل على تصنيف جوده دولي في جراحات السمنه ار كان ضيفي في واحده من ارقى حلقاتنا في الناس الحلوة خلينا نكمل لسه مع الجراحات سمنة ولكن من داخل غرفة العمليات من داخل المستشفى مع ضيفي العزيز بس المرة دي بكاميراتنا مع جراحة سمنة مهمة جدا جدا ومريض سمنة أكيد سيتحدث أفضل مننا يمكن ليه كنتوا على الأقل تفهموه لأنه هيقول لكم هو تجربته كانت ماشية إزاي خليكم مع الناس الحلوة مشكلتي انا